افتتحت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لعشرات الأفلام الروائية والتسجيلية والتحريكية متفاوتة الطول، والتي تضم جملة من القضايا والموضوعات التي تهتم بحقوق الإنسان في أكثر من بيئة إنسانية، بمشاركة أفلام من الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر والعراق والمغرب وإيران وبنغلاديش وتركيا وبولندا وألمانيا وأيضا فرنسا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وأمريكا. بين الأفلام المشاركة كان أكو فيلم عراقي للمخرج أسامة خير الله حمل عنوان البيت الثالث. نتابع. بتحكي عن إرث الحرب وتاريخ الحرب وقديش الإنسان العراقي عانى من موضوع الحرب واسترجاع ذكريات، يعني جدا جبار الجنابي كان صديقنا الممثل جبار الجنابي كان يعني موفق في أداء شخصية، يعني ممكن يكون جندي سابق أو ممكن يكون أحد أقاربه أو يعني بالمجمل يعني الفيلم يعني له حضور كويس كامل مهرجان، ونأمل دائما الاستمرارية في الأفلام العراقية في مشاركات في المهرجانات. الفيلم مأخوذ من قصة واقعية حقيقة، يعني جندي راجع من إيران يجد زوجته تزوجت آخر، وهي قصص حقيقية طبعا حتى في العراق وكثيرة سمعنا بيها. طبعا الفيلم جميل يجسد واقع مؤلم عشناه. منو؟ حسن. أنا حسن. الو